يربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية، انك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة بهذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يوميا طيلة ايام اسبوع، اي مجموعة سيارات 7 في هذا المهرجان. ممكن انت تكون الفايز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد عيلة واحدة. فرصتك للتسوق والربح في مصراتة وزليتن والخمس. تخفيضات كبيرة في المحلات والشركات اللي مشاركة في المهرجان، وجوائز يومية أكبر وأكبر. مش سيارة، مش اثنين، 7 سيارات و35 موبايل ومجموعة من الفعاليات والنشاطات. مسابقة توب شيف ومسابقة ورينا موهبتك، مسابقة لحفظ القرآن الكريم. أما الرياضة حاضرة معانا وبقوة، بطولة فبراير لكرة الطائرة، وبطولة فبراير لفروسية قفز الحواجز، وبطولة فبراير لكرة القدم المصغرة. كونوا معانا، شاركوا معانا، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. مهرجان فبراير، حوش واحد عيلة واحدة. الناس كلها تسأل كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظمه المؤسسة الليبية لرجال الأعمال، اللي يقام من يوم 20 إلى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراتة وزليتن والخمس. أكيد وطبعاً تسأل كيف نربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية، إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع، أي مجموعة سيارات 7 في هذا المهرجان. ممكن أنت تكون الفايز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد عيلة واحدة. مشاهدين عبر قناة سلام، أكيد أهلا وسهلا بكم في اليوم الثالث للسحوبات. أكيد الكل منتظر لحظة السحوبات وهي جت. عبر قناة سلام أهلا وسهلا بكم، تحية كبيرة أكيد لكل القائمين على هذا المهرجان، المؤسسة الليبية لرجال الأعمال، بالإضافة إلى الرعاة أكيد الراعي الرسمي دروب ليبيا شركة الجيد، الراعي الماسي هامر وجرين وليبيانا للهاتف المحمول، أيضا الرعاة الذهبين شركة الاتحاد العربي للمقاولات، طيران البراق، مصرف الصحاري، أكاديمية كيمبس، ورعاة الفضيين مشفى الفردوس الدولي مزارت، شركة أنسام والمتحدة الدولية للأعلاف، الراعي الإعلامي شبكة سلام، وأيضا الراعي التقني بابلوشيتا وسين. أهلا بالجميع، أكيد الكل منتظر اللحظة اللي حنسحبوا فيها على السحبات اليوم. بدل 10 جوائز عندنا 15 الجائزة، يعني كل يوم يزيدوا الجوائز، بالإضافة أن عدد الكوبونات كل يوم يزيد، يعني ما شاء الله في الزيادة. تحية كبيرة لكل مدن أكيد المستهدفة هذا المهرجان، مصراتة زليتن والخمس، حوالي 50,000 كوبون اليوم موجود معنا، فتحية لكل الناس المشاركة. أكيد خليكم، حنعرفوا بعد شوي أكيد كل المتسابقين من حيفوز، لأن اليوم جوائزنا هلبة، مش زي أمس ومش زي أولامس، اليوم 15 الجائزة. مشاهدينا عبر قناة سلام، مع بعضنا حنمشوا لأولى الضيوف اليوم اللي هو أكيد أبو بكر فرجاني صاحب سيارة أمس، ونسألوا شوية أسئلة بعد أكيد حنسلموا له السيارة شوية تانية. أهلا يا أبو بكر.
اهلا وسهلا بكم. بقى لو نكلموا قربوا المايك شويه، انا فرحان اكثر منك بصراحه بموضوع الجائزه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. امس حكينا عن شعورك لما اتصلنا بيك وقلنا لك احنا قناه سلام مهرجان فبراير، انت فزت معنا بالهونداي اي 10 اكيد اللي هي موديل 2021. والله الحمد لله، انا كنت الحق اليوم الاول تبعته، لكن الحلقه الثانيه كنت ما قصدي ما قلت مش حتفوز. مش هيك، لكن غازي فتها كده. قلت مش حتفوز انت يعني هذا باش ما بتش تتابعنا. ليش فت انت ما حبيتش تكون او حبيتش تتبع يعني حط اسمه يعني المفروض يبدا يتبع ويعتقد نفسه حيفوز في اي لحظه يعني. ايه كيف تقدر تقول ما مش حان نفوز؟ قلت ما صدقتش. يعني مزبوط. حلو. طيب كنت حتوقع تربح السياره ولا ال 500 اللي كانت موجوده معنا، ولا شو كنت متوقع يعني شو كان في بالك؟ والله ما توقعتش واحده منها الحق. ما توقعتش تليفون ما خمنتش؟ ما لا لا والله. حلو. طيب شعورك لما قالوا لك انت فزت بالسياره وحاولوا يتواصلوا معك؟ احنا امس حاولنا نتواصل معك لكن ما قدرناش نوصلوا فيك. قالوا لي في الكنترول انك كنت تنتظر في مقلب من حد وما صارش منه. ما صدقتش. ايه مزبوط. ايه شنو المقلب تقدر تحكي لنا عليه؟ انت تو تعتقد انه هو مقلب يعني ما كنتش تحسب انه حقيقي؟ والله لولا ما ندريش بيه قصدي، ما كنت اكيد واحد هيك ينقرز علي في هال ما كنتش مصدق يعني. بالزبط. طيب حلو. قديش عمرك انت يا ابو بكر الفرجاني؟ 18 سنة. يعني مناسب تو تقدر تسوق السيارة. طلع رخصة أبو بكر وأكيد أول سيارة ليك، ما أعتقدش حد يعني كانت ليه الفرصة هذه، فألف مبروك مهند حقيقة، سيارة جميلة وتستاهلها مهند، إن شاء الله ألف مبروك. حنطلع شوي ثاني نسلم أبو بكر أكيد الجائزة ليك. حندعو معنا السيد أكيد رئيس اللجنة الفرعية الخمس المهندس أسامة بريش. تفضل معنا سيد أسامة، حتسلمنا السيارة في الاستوديو الخارجي إن شاء الله شوي تاني. سيد أسامة، كيف هي الفعاليات في مدينة الخمس؟ يعني فعاليات المهرجان صدى الناس أو حابة الناس المهرجان، حابة الفكرة، في مشاركات كبيرة من مدينة الخمس؟ أولاً مرحبتين بك أخي معاد، ومرحبتين بالسادة المشاهدين في قناة سلام. طبعاً المشاركة في مدينة الخمس اليوم كانت أول فعاليات المهرجان اللي هي مسابقة أحلى طفل وأحلى طفلة بالزي الليبي. جميل. الحمد لله المسابقة كانت على مستوى من التنظيم، بالشكر نشكر شركة طلائع الفنون القائمة على التنظيم وعلى منتزه المرح على هذا التنظيم الرائع، وكان معنا رئيس اللجنة في المهرجان، والحمد لله كانت مسابقة فرحنا العائلات، فرحنا للصغيرة، فرحنا الحضور كله كان ممنون وكان الكل كان راضي، حتى الأطفال اللي ما شاركوش كانوا عندهم هدايا. جميل. وطبعا الشكر جزيل الشكر للمؤسسة الليبية رجال الأعمال، هي قائمة على تنظيم هذا المهرجان. جميل. وطبعا نشكر الرعاة الرسميين طبعا، تحية لكل الرعاة بهالمناسبة، والحمد لله طبعا احنا عازمين على الامر ان المهرجان يكون في اكثر مدن ان شاء الله في العام القادم، مدن الشرق ومدن اخوتنا الجنوب ومدن الجبل الغربي والعاصمه الحبيبه طرابلس، وان شاء الله باذن الله. طيب خليك معنا بس اخر سؤال، الفعاليات القادمه في مدينه الخمس، يعني انا نعرف ان يوم الخميس حيكون في مسرحيه فكاهيه للعائلات. بالضبط. جميل. يعني قاعدين تنصفوا على هذا الموضوع يوم الخميس. المسرحيه الكوميديه من تصميم واعداد شركه هذه فرقه الفنون والمسرح الخمس. ايوه. بقاعه بشير السعداوي، المناضل بشير السعداوي، على تمام الساعه 5. الحضور مقتصر على العائلات فقط، العائلات مدعوه الكل، واخذين اجراءات احترازيه لموضوع جائحه كورونا، وبالتعاون مع مديريه امن الخمس نوصل لهم جزيل الشكر حتى هم متعاونين معنا. شكرا ليك، وبعد شويه حنسلم اكيد الجائزه الكبرى اللي هي هونداي اي 10 موديل 2021 اكيد لسيد ابو بكر الفرجاني. ندعوكم الاثنين اليوم معي نديروا السحب على الجائزتين اليوم اللي حيكونوا معنا، زي ما قلنا معنا 15 جائزه، الجوائز اللي هي مقدمه من اكيد المحلات المشاركه معنا في المهرجان. مع بعض نديروا السحب. حتى انت معنا ابو بكر، بما انك صاحب الحظ السعيد فاكيد حتكون وجه خير زي ما نقول دائما لكل المشاركين. يلا ابو بكر بسم الله. حاليا الاوراق كلها تتقلب بشكل الصحيح اليوم، حبينا يلا تمام اوكي. خلينا نرد بالسكه لنا
مش نفكر من فتح الصندوق. خلينا نشد معي شوية أبو بكر. أوكي تمام، خلي نفتحوا الصندوق من غادي باش ناخده أول فائز معنا اليوم في أكيد اليوم الثالث لسحوبات مهرجان فبراير 2021. يلا أبو بكر أنت أول شخص هتسحب معنا اليوم على اسم الفائز، خلط كويس وخذ معنا شخص واحد. يلا يلا أبو بكر نشوفوا أول فائز معنا اليوم، حنعرفه بالجائزة اللي هي نظارة ريبان أصلية من مجموعة توباكتس للبصريات. حنعرفوا اسم الفائز، نظارة ريبان أصلية مقدمة من مجموعة توباكتس للبصريات، حتكون من نصيب نعيمة خليفة أبو شعالة. ألف ألف مبروك نعيمة خليفة أبو شعالة، أنت الفائزة بأكيد نظارة ريبان أصلية مقدمة من مجموعة بصريات توباكتس. ألف مبروك. أكيد المحل التجاري، المحل التجاري بطولة بطولة الفروسية، المحل التجاري اسم محل تجاري بطولة الفروسية نهاية رقم 11 ليبيانا. ألف مبروك نعيمة خليفة أبو شعالة، أنت الفائزة بالجائزة الأولى معنا اليوم اللي هي نظارة ريبان أصلية مقدمة من مجموعة توباكتس للبصريات. سيد محمد معنا، أسامة عفوا، سيد أسامة، أنا عندي مشكلة في الأسماء طبعا لما ننسى فأعذرني لو كان نسيت. سيد أسامة مدير اللجنة الفرعية الخمس اختار لنا كوبون، هنشوفه الفائز الثاني معنا اليوم بالجائزة الثانية. نحركه شوية سيد أسامة، سيد أسامة برس من هنا من هنا من هنا أحسن باش يبدا واضح قدام الكاميرا، من هنا من هنا. يلا الفائز بالجائزة الثانية ترى من حيكون؟ الجائزة هي جهاز ضغط إلكتروني مقدم من صيدلية أمل الحياة مصراتة. جهاز ضغط إلكتروني مقدم من صيدلية أمل الحياة مصراتة، من صاحب هذا أو هذه الجائزة؟ إذن خديجة مفتاح بن هنيدي، ألف مبروك خديجة مفتاح، ألف ألف مبروك خديجة مفتاح، أنت الفائزة بأكيد جهاز ضغط إلكتروني مقدم من صيدلية أمل الحياة مصراتة. واسم المحل التجاري اللي مشاركة به معنا اليوم هو مول أزياء العرائس، ألف ألف مبروك نهاية رقم 91 خديجة مفتاح بن هنيدي، اسم المحل التجاري مول أزياء العرائس نهاية الرقم 91 مدار. إذن شكر كبير لكم، مشكور جدا سيد أكيد أبو بكر الفرجاني، وألف مبروك السيارة، حنطلع نسلموا لك السيارة. شكرا أكيد رئيس اللجنة الفرعية الخمس سيد مهندس أسامة أكيد بريش، نطلع مع بعضنا نسلموا الجائزة أكيد الكبرى اللي هي هونداي 2021 للسيد أكيد أبو بكر الفرجاني. فاصل وبعدها راجعين من جديد. الناس كلها تسأل كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظمه المؤسسة الليبية لرجال الأعمال اللي يقام من يوم 20 إلى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراتة الزيتون والخمس. أكيد وطبعا تسأل كيف نربح السيارة، الموضوع سهل وبسيط للغاية، إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع أي مجموعة سيارات سبعة في هذا المهرجان. ممكن أنت تكون الفائز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد عائلة واحدة. إذن مشاهدينا احنا نسلموا حاليا في الجائزة لأبو بكر الفرجاني أكيد صاحب ثالث سيارة معنا في مهرجان فبراير 2021. ألف مبروك أبو بكر الفرجاني هذه الجائزة أكيد. حيسلم لك المفتاح أكيد رئيس اللجنة الفرعية الخمس سيد أسامة بريش. ألف مبروك إن شاء الله سيارة أكيد
جائزة جميلة إن شاء الله بالهناء ليك، وأكيد مشاهدينا عبر قناة سلام لازلنا متواصلين في فعاليات المهرجان وفي الصحبات شوية تانية أكيد حنمشوا مع بعضنا للأستوديو لمزيد من الصحبات والجوائز المقدمة أكيد من المهرجان ومن المحلات التجارية. ألف مبروك. كلمة أخيرة شو حاب تقول لكل المشاركين معنا في هذا المهرجان؟ والله نقولهم ما فيش مشكلة، قصدي عادي حتى كان ما حصلتوش اليوم تحصلوا يوم تاني. وانا ما كنتش قصدي ما كنتش حتى انا متوقع مش متوقع. مزبوط جميل، الف مبروك ان شاء الله، وهذه اكيد رساله لكل الناس ما كانش متوقع وكان حتى ما تفرجش على البرنامج، ولكن الحظ كان حليفك وفزت معنا بالسياره. الف مبروك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. فرجاني. اذا فاصل وعوده لنا في الاستوديو ان شاء الله اكيد مع بقيه الجوائز. مهرجان فبراير للتسوق 2021، فرصتك للتسوق والربح في مصراتة وزليتن والخمس. تخفيضات كبيرة في المحلات والشركات اللي مشاركة في المهرجان، وجوائز يومية أكبر وأكبر. مش سيارة، مش اثنين، 7 سيارات و35 موبايل، ومجموعة من الفعاليات والنشاطات، مسابقة توب شيف، ومسابقة ورينا موهبتك، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم. أما الرياضة حاضرة معانا وبقوة، بطولة فبراير لكرة الطائرة، وبطولة فبراير لفروسية قفز الحواجز، وبطولة فبراير لكرة القدم المصغرة. كونوا معانا، شاركوا معانا، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. مهرجان فبراير، حوش واحد، عيلة واحدة. إذا مشاهدينا أهلا بكم مجددا أكيد في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظم المؤسسة الليبية لرجال الأعمال في دورتها الأولى. ما زلنا في صحباتنا لهذه الليلة أكيد مشاهدينا عبر شاشة سلام، الكل زي ما نقوله دائما يقدر يشارك في المهرجان من هنا ليوم الجمعة القادم بإذن الله، حيكون حفل الاختتام، ولكن سياراتنا ما زالت اكيد مستمره، جوائزنا ما زالت كل يوم تكثر، زي ما قلنا اليوم عندنا 15 الجائزة مش 10 جوائز كيف العاده. كنان، اهلا بالطفل كنان اللي حيسحب معي اليوم اكيد بقيه الجوائز من المحلات التجاريه. مرحبتين يا كنان، اهلا وسهلا يا كنان، كيف الحال؟ تمام ان شاء الله دوم يا رب العالمين. كنان، شو رايك في المهرجان وفعاليات المهرجان؟ خليك ثابت كنان، ماشي تحرك، خليك تشبح الكاميرا غادي، قول لنا شو رايك في فعاليات المهرجان؟ جميله عجبتك؟ جميل. مشارك معنا كنان ولا لا؟ شارك ان شاء الله، اسمك يطلع من ضمن الرابحين كنان. طيب كنان، حلف هنا العجله من غادي، انت تركب هنا وتختار بعد حنفتح لك، يلا خلي نلفه قبل، خليك هنا واقف، خلينا ندير انا اشد معي الورقه، ساعدني يا كنان. حنسحب اكيد مشاهدينا عبر قناة سلام حاليا الأوراق تلف، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا الصندوق معبي، تمام هيك يعتقد. إذا حنديروا السحب على الجائزة الثالثة معنا اليوم يا كنان، نفتح لك الصندوق وأنت يلا بسم الله. هاي كنان، أركب اختار الفائز الثالث معنا اليوم في جوائز المحلات التجارية، يلا اختار يا كنان اختار. إذا مشاهدين عبر قناة سلام حاليا حنختاروا الفائز الثالث في مهرجان فبراير 2021 للتسوق، حنشوفوا من هو صاحب ثالث جائزة معنا اليوم المقدمة أكيد من محل جميلتي للإكسسوارات. محل جميلتي للإكسسوارات مقدم لنا جائزة، نشوفوا من هو صاحب هذه الجائزة. شد المايك. إذا عبد الله عبد السلام زوكا، ألف ألف مبروك عبد الله عبد السلام، ألف مبروك عبد الله عبد السلام، أنت الفائز بالجائزة معنا اليوم من محل تجاري ذات مش عارف مش واضحة عندي، ذات أريال أو ذات مش واضح، ذات الرمال أعتقد موجود، طيب مش واضح المحل التجاري نهائيا، ولكن عبد السلام زوكا ألف مبروك، محل تجاري ذات الرمال أنت الفائز بجائزة أكيد محل تجاري جميلتي للاكسسوارات، الف الف مبروك، قول الف مبروك يا جمال. الف مبروك عبد الله، مش جمال، مش عارف نجيب جمال، ولكن الف مبروك يا عبد الله. الف الف مبروك يا عبد الله. اختار لي اسم ثاني من هنا نختاره.
فائز ثاني اليوم، الفائز الرابع معانا في اكيد المهرجان. خلط 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 معك سعدي، يلا يلا اختار اسم. يلا كنان يا كنان، شوفوا من هو صاحب الحظ السعيد الرابع معنا اليوم في مهرجان فبراير للتسوق. تقول انت الاسم. يلا أشرف يوسف. ألف مبروك أشرف يوسف، أنت الفائز الرابع معنا اليوم. اسم المحل التجاري مجمع، خلينا نلوي الورقة مش عارف مجمع شني، مجمع بغداد. ألف ألف مبروك يوسف، أنت الفائز الرابع معنا اليوم. يوسف ألف مبروك يا يوسف. إذا يوسف أشرف يوسف عفوا، أشرف يوسف أنت الفائز معنا الرابع اليوم. نشوف شو الفائز معنا أشرف، خلي عندك الكوبون. أشرف أنت الفائز بنظارة أصلية ريبان مقدمة من بصريات رفيدة. ألف ألف مبروك يا أشرف يوسف، الفائز أكيد معنا بشني؟ نظارة ريبان مقدمة من بصريات رفيدة. نظارة ريبان مقدمة من بصريات رفيدة. ريبان متق متق مقدمة من بصريات رفيدة. ألف مبروك أشرف يوسف. يلا ناخذ خامس جائزة معنا اليوم، اختار لنا يا كنان. يلا عادي اوقف اوقف اركب فوق هيك باش تقدر تختار. الاوراق تتداخل حاليا المشاهدين عبر قناه سلام. هذا الحدث ياتينا برعايه اكيد الرعاه الرسميين دروب ليبيا، شركه الجيد، الرعاه الماسيين جرين هامر، ليبيان الهاتف المحمول، الراعي التقني سين بابلو شيتا، الراعي الاعلامي شبكه سلام الاعلاميه، الرعاه الذهبيين شركه الاتحاد العربي للمقاولات، طيران البراق، مصرف الصحاري، اكاديميه كيمبس، والرعاه الفضيين مشفى الفردوس، مزاره مصراتة، شركة أنسام الدولية، الشركة الليبية المتحدة للأعلاف، أكاديمية كينبس. دائما غلط في الاسم سامحونا، أكاديمية كينبس أكيد أنا دائما ظلمكم لكن للأسف ويدرس نحفظ الاسم أكاديمية كينبس أكيد، تحية كبيرة لها. إذن الفائزة معنا اليوم اللي هي فاطمة علي رحيم. فاطمة علي ألف ألف مبروك يا فاطمة، اسم المحل التجاري سوار ونهاية الرقم أكيد اللي هو 51 مدار. ألف مبروك فاطمة. فاطمة فازت معنا بجائزة عبارة عن ساعة مقدمة أكيد من محل باريس للعطور والساعات. ألف مبروك، ساعة مقدمة من محل باريس للعطور، ألف مبروك يا فاطمة. إذا حناخدوا آخر أو نزال آخر جائزتين اليوم معنا كنان، حنسحبوا أنت دير السحب ولا نجيب الجائزة. حاول تخلط كنان بشكل كويس، اللي هي عبارة عن عطر مقدم من برايفت جاليري، عطر مقدم من برايفت جاليري حاليا نديروا في السحوبات. من هو صاحب هذه الجائزه؟ اخترت يا كنان ولا ما زال؟ كنان شوفوا صاحب العطر من هو، اللي هو سوار سعد محمد عمر. الف مبروك سوار سعد محمد عمر، أنت الفائزة بأكيد الجائزة اللي هي عبارة عن عطر مقدم من برايفت جاليري للعطور. اسم المحل التجاري اللي مشاركة به معنا اليوم سوار، اللي هي الشياكة للأحذية والحقائب. ألف مبروك سوار، أنت الفائزة أكيد بالعطر المقدم من برايفت جاليري. آخر جائزة معنا اليوم يا كنان اللي حتسحب عليها أنت، اللي هي اليوم تانكس مامي للأطفال. تانكس مامي مقدم أكيد جائزة بدلة لطفل معنا. يلا اسحب يا كنان، مقدمة لطفل أكيد تانكس بيبي. نشوفوا من صاحب جائزة تانكس بيبي معنا اليوم. هو كنان يحاول يخلط معنا. كنان خلينا ناخذ كل تانكس مامي. يلا تانكس مامي اسم محل تجاري تانكس مامي. نشوفوا من صاحب جائزة تانكس مامي أكيد اليوم مشاركة معنا. شن يا كنان اخترته؟ يلا اذا عبد العزيز جمعه. الف مبروك يا عبد العزيز جمعه، انت الفائز ب تانكس مامي مقدم اكيد بدله للاطفال. الف مبروك. اسم المحل التجاري صاله غزال. الف مبروك، نهايه رقم 51 مدار. اذا الف مبروك عبد العزيز بن جمعه، الف الف مبروك.
كنان شكرا لك، سحبت على كل الجوائز اليوم اللي مقدمتها لنا كل المحلات التجاريه، حتكون معنا شوي ثاني في سحب السياره. كنان شكرا لك هلبه، وان شاء الله تكون احد الفائزين معنا. يلا شو بتقول؟ اكبر تحيه لقناه السلام. تحيه كبيره لك، اكيد مشكور جدا لنا المشاهدين عبر قناه سلام. لا زلنا في السحوب، ما زال عندنا 5 هواتف محموله اكيد نوع سامسونج اي 12، والجائزه الكبرى اللي هي سياره موديل اي 10 سنه 2021. نطلع فاصل وبعدها ردين اكيد من جديد للسحوبات على 5 هواتف محموله. الناس كلها تسال كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظمه المؤسسه الليبيه لرجال الاعمال، اللي يقام من يوم 20 الى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراته وزليتن والخمس. أكيد وطبعاً تسأل كيف نربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية، إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع، أي مجموعة سيارات 7 في هذا المهرجان. ممكن أنت تكون الفائز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد عيلة واحدة. إذن أهلا مجددا مشاهدينا عبر قناة سلام في مهرجان فبراير 2021 بمشاركة المدن الثلاث زليطة مصراتة الخمس تحت شعار عيلة واحدة حوش واحد في دورته الأولى. أكيد في ثالث أيام السحوبات مع بعضنا حنستقبله أكيد اليوم عضو اللجنة العليا للمهرجان فبراير 2021 وعضو المؤسسة الليبية لرجال الأعمال السيد عبد الرحمن الزعلوك. أهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا عبد الرحمن، اكيد مرحبتين بك معنا في المهرجان وفي قناه سلام. اكيد عبد الرحمن اليوم حنسالوك سؤالين وبعدها نديروا السحب اكيد على ال5 هواتف ان شاء الله حتكونوا معنا عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن، السؤال ليك يقول هل حيكون المهرجان، او اعتقد يدور في ذهن الكثير، المهرجان هل حيستمر في السنوات القادمه والا حيكون بس لسنه 2021؟ اول شيء مساء الخير ليك اخوي معاذ ولكل مشاهدي كرام لقناة السلام الراعي الإعلامي لمهرجان فبراير اللي تنظمه المؤسسة الليبية رجال الأعمال. نحب نشكر شركاء النجاح، شركاء هذا الحدث اللي هم الرعاة الرسميين والرعاة المسيين وأكيد الرعاة الذهبيين والفضيين والراعي التقني والراعي الإعلامي. أكيد أخوي معاد حيستمر المهرجان وبإذن الله حيكون بأكبر من هيك، وحتكون بإذن الله حيشمل عدة مدن، مش حيقتصر على 3 مدن فقط مصراتة وزليتن الخمس، وبإذن الله حتكون المفاجآت أكبر وأكبر بإذن الله في الأحداث القادمة. بصفتك رئيس اللجنة العليا سيد عبد الرحمن الزعلوك، تشوف في إقبال من الناس بشكل كبير على السحبات وعلى الكوبونات ولا كيف الموضوع يعني؟ أكيد طبعا معاذ، بسم الله ما شاء الله، أنت تشوف يشوفوا أكيد في صندوق السحب كيف معبي كوبونات ما شاء الله كل يوم. أمين. العدد في تزايد وبإذن الله حيكون الأيام الجاية أكثر وأكثر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إذن عضو اللجنة العليا مهرجان فبراير 2021 سيد عبد الرحمن، حندعوك معي للسحب على أول هاتف محمول اللي هو A12 سامسونج، ونشوفوا من هو صاحب الجائزة. تفضل. ألف مبروك للفائزين السابقين وحظ أوفر إن شاء الله لل يلا مع بعضنا نتخلطوا يا عبد الرحمن ونشوفوا صاحب الجائزة أكيد اللي هي عبارة عليه سامسونج A12. أول شخص حيربح معنا اليوم في أكيد اليوم الثالث للسحوبات اخترت يا عبد الرحمن. من حيكون إن شاء الله؟ نشوفه من حيكون معنا. طيب زينب علي بن مسعود، ألف ألف مبروك زينب علي بن مسعود، أنت صاحبة أول هاتف اليوم اللي هو سامسونج A12. ألف ألف مبروك زينب، ألف ألف مبروك يا زينب. اسم المحل التجاري أواب للتسوق زينب علي بن مسعود، ألف مبروك. اسم المحل التجاري أواب للتسوق، أنت صاحبة أول هاتف سامسونج أكيد اليوم معنا في المهرجان. ألف مبروك زينب إن شاء الله. طيب الجائزة الثانية والتليفون الثاني يا سيد عبد الرحمن، يلا من جهة ثانية حاول نختار من كل الجهات أكيد. اليوم إذا ثاني هاتف حيكون من نصيب من يا ترى؟
نذكر ان هذا الحدث يجينا برعايه الرعاة الرسميين دروب ليبيا، شركه الجيد، الرعاة الماسيين جرين هومر، شركه بيان الهاتف المحمول، ايضا الرعاة الذهبيين، شركه الاتحاد العربي للطيران البراق، مصر الصحاري، اكاديميه كينبس، الرعاة الفضيين، مستشفى الفردوس الدولي، مزاره مصفرع مصراته، شركه الانسام الدوليه، الشركه المتحده الليبيه للاعلاف، الراعي الاعلامي سلام، والراعي التقني اللي هو اكيد بابلو شيتا سين. اذا الفائز الثاني بهاتف محمول نوع سامسونج اي 12 علي سويلم، الف مبروك يا علي سويلم، الف الف مبروك علي سويلم، أنت الفائز أكيد بالهاتف الثاني في حلقة اليوم أو حلقة الثالثة للسحوبات. اسم المجمع التجاري مجمع الفطيسي، مجمع الفطيسي، مجمع الفطيسي، مجمع الفطيسي. ألف مبروك خويا علي، مبروك على علي سويلم، ألف مبروك. نهاية الرقم 80 ليبيانا، نهاية رقم ليبيانا، علي بن سويلم، علي صحيح ولا عزيز؟ انا لسه مش واضح عندي، لكن علي، علي بن سويلم، علي بن سويلم، علي بن سويلم، علي بن سويلم، الف الف مبروك علي بن سويلم. هاتف اكيد سامسونج اي 12. حاليا سحبنا على هاتفين وما زال عندنا ثلاث هواتف، أكيد علي نسحب الهاتف الثالث يا علي. يلا نديروا الميكس حاليا ونشوفوا صاحب ثالث هاتف محمول نوع اي 12 سامسونج. شوفوا كالعاده انا اسحب وانت يلا، من هو صاحب الجائزه؟ اذا نزار، الف الف مبروك يا نزار. نزار مش واضح اللقب عندي، لو واضح لك قول لي، مش واضح، نواجه مشكله في احيانا في الخطوط ما تكونش عندنا واضحه، ولكن نزار، نزار نهايه رقم 31 لان اللقب مش واضح، عندنا اسم المحل التجاري أحلى رنة. إذا نزار ألف مبروك يا نزار، نهاية الرقم مدار 31، اسم المحل التجاري أحلى رنة. نزار يا نزار ألف مبروك نزار، أنت صاحب ثالث هاتف محمول اليوم سامسونج 12. ما زال عندنا زوز هواتف يا زعلوك، اختاروا الجهة الأخرى. إذا انسحبنا على ثلاث كوبونات اللي هم اكيد هواتف اي 12 سامسونج، ونختاروا الفائز الرابع معنا اليوم، ونشوفوا من هو صاحب اكيد الهاتف الرابع. الف مبروك اروى عبد الحميد، الف الف مبروك يا اروى عبد الحميد، انت صاحبه اكيد الهاتف الرابع معنا اليوم. اسم المحل التجاري النساء الدوليه، النساء الدوليه، المحل التجاري مش واضح برضه، او النساء الدوليه، النساء الدوليه اسم المحل التجاري مش واضح. اذا اروى عبد الحميد، الف مبروك اروى عبد الحميد. نتمنى من كل المشاركين معنا اللي يوضحوا الخط اللي يكتبوا بيه باش احنا نقدروا نجاوب بسهوله وبشكل واضح. يعني اروى عبد الحميد انت صاحبه رابع هاتف محمول معنا، الف الف مبروك. حناخذوا اخر هاتف محمول معنا اليوم، يا ترى من نصيب من حيكون، اللي هو سامسونج اي 12 يا اكيد عبد الرحمن الزعلوك عضو اللجنه اكيد العليا. الف مبروك زهره محمد القدار، الف الف مبروك زهره محمد القدار، انت صاحبه خامس هاتف معنا اليوم في مهرجان فبراير 2021. اسم المحل التجاري قصر العرائس زليطن، الف الف مبروك. ما شاء الله الخط واضح. ايه هيك الخط، كيف خط واضح يعني نقدروا نقروا، احيانا الخطوط تصبح مش واضحه فيصعب قراءتها. زهره محمد القدار الف الف مبروك، اسم المحل التجاري قصر العرائس زليطن، ليبيانا، نهايه رقم 30. اذا هذو هم اصحاب خمس هواتف سحبنا عليهم، شكرا نورتنا اكيد علي الزعلوك، حنستقبلوك عبد الرحمن الزعلوك سامحني، حنستقبلوك اكيد عضو اللجنه شوي ثاني اكيد مع السحب الاخير اللي هو على السياره. مشاهدينا عبر قناه سلام ما زلنا متواصلين اكيد معكم، اكيد حنسحبوا لحظات قليله وحنسحبوا اكيد على تذكرتين السفر اكيد مقدمه من طيران البراق. فاصل وبعد راجعين من جديد. مهرجان فبراير للتسوق 2021، فرصتك للتسوق والربح في مصراتة وزليتن والخمس.
تخفيضات كبيرة في المحلات والشركات اللي مشاركة في المهرجان، وجوائز يومية أكبر وأكبر. مش سيارة، مش اثنين، 7 سيارات و35 موبايل ومجموعة من الفعاليات والنشاطات، مسابقة توب شيف، ومسابقة ورينا موهبتك، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم. أما الرياضة حاضرة معانا وبقوة، بطولة فبراير لكرة الطائرة، وبطولة فبراير لفروسية قفز الحواجز، وبطولة فبراير لكرة القدم المصغرة. كونوا معانا، شاركوا معانا، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. مهرجان فبراير، حوش واحد، عيلة واحدة. الناس كلها تسأل كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي طلبنا المؤسسة الليبية لرجال الأعمال، اللي يقام من يوم 20 إلى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراتة وزليتون والخمس. أكيد وطبعاً تسأل كيف نربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية، إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع. أي مجموعة سيارات 7 في هذا المهرجان، ممكن أنت تكون الفائز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد، عائلة واحدة. مشاهدين عبر قناة السلام، أهلا وسهلا بكم في اليوم الثالث أكيد لاستحبات المهرجان فبراير 2021 في دورته الأولى أكيد اللي ضم 3 مدن ليبيا، زليتون، مصراتة والخمس. حاليا حنديروا السحب زي ما قلنا قبل الفصل على تذكرتين طيران البراق ذهاب وعودة مفتوحة، يعني أمتى ما حبيت تمشي حتمشي أكيد لمدينة إسطنبول. مع بعضنا نلف عضو أكيد اللجنة الفرعية الخمس المهندس أسامة بريش، لفوا مع بعضنا، حيختار لنا اكيد كنان. كنان خليك فوق باش تختار لنا انت صاحب التذكره. بسم الله، الاولى اكيد لمهرجان فبراير 2021. تمام هيك، يلا تمام. اذا حنسحبوا على صاحب الجائزه الاولى اللي هي عباره عن تذكره سفر ذهاب وعوده لمدينه اسطنبول مع بعضنا حاليا. يلا يا كنان، اختار لنا اول فائز معنا. كنان في اكيد بالتذكره، يلا كنان اختار لنا اول شخص معنا فائز بالتذكره اكيد تذكره الطيران لمدينه اسطنبول عبر طيران البراق. اول شخص معنا حيفوز بهذه الجائزه هو، يا ترى من هو صاحب الحظ السعيد يا كنان؟ نزار عبد الرحيم المشطي، ألف ألف مبروك نزار عبد الرحيم المشطي، أنت الفائز بأول تذكرة طيران مقدمة من طيران البراق لمدينة إسطنبول مفتوحة زي ما قلنا ذهاب وعودة. اسم المحل أحلى رنة، اليوم ثاني جائزة من محل تجاري أحلى رنة. ألف ألف مبروك نزار عبد الرحيم المشطي، أنت صاحب أول تذكرة طيران. إذا صاحب ثاني تذكرة يا كنان من حيكون؟ إذا مشاهدينا هذا الحدث يأتينا بعدة رعاة، رعاة الرسميين دروب ليبيا شركة الجي للصناعات الغذائية، الرعاة الماسيين جرين هامر ليبيانا للهاتف المحمول، وأيضا رعاة الذهبيين شركة الاتحاد العربي طيران البراق مصرف الصحاري أكاديمية كيمبس، ورعاة الفضيين مشفى الفردوس الدولي مزارة فرع مصراتة شركة أنسام الدولية الشركة المتحدة للأعلاف الراعي الإعلامي لهذا الحدث شبكة سلامة الراعي التقني اللي هو سين بابلو شيتا. الفائزة الثانية بأكيد اللي هي فائزة حتكون بالتذكرة الثانية لمدينة اسطنبول هي خديجة زوارب، ألف ألف مبروك يا خديجة، ألف مبروك زراب، ألف مبروك خديجة زراب
ألف ألف مبروك خديجة زراب. اسم المحل الشياكة للأحذية. أيضا الشياكة للأحذية تاني شخص يفوز معنا اليوم. ألف مبروك خديجة. نهاية الرقم 46. ألف ألف مبروك خديجة. إذن خديجة ألف مبروك. وأيضا معنا نزار ألف مبروك. هم أصحاب التذاكر السفر لحلقة اليوم أو الحلقة الثالثة للسحوبات. نذكرنا مازال برنامجنا وفعاليات برنامجنا مستمرة أكيد لعند يوم الجمعة بإذن الله في حفل الاختتام. شكرا رئيس اللجنة الفرعية وعضو اللجنة الفرعية رئيس أنا تلخبط بين عضو ورئيس عذرا عضو اللجنة الفرعية أو رئيس اللجنة الفرعية الخمس المهندس أكيد تحياتنا كبيرة ليك المهندس أسامة بريش. شكرا كينان. حنطلع فاصل وبعد أكيد السحب الكبير معنا اليوم هي على سيارة هونداي موديل 2021. نعم إن شاء الله تحصلها أنت يا كينان أكيد. إذا حنعرف صاحب الجائزة هذه اللي هي سيارة موديل 2021 هونداي آي 10. فاصل وبعدها راجعين أكيد للسحب الأخير في حلقة الثالثة من السحوبات. الناس كلها تسأل كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظمه المؤسسة الليبية لرجال الأعمال اللي يقام من يوم 20 إلى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراتة الزيتون والخمس أكيد. وطبعاً تسأل كيف نربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع أي مجموعة سيارات سبعة في هذا المهرجان. ممكن أنت تكون الفائز ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير حوش واحد عائلة واحدة. إذا مشاهدينا رجعنا لكم من جديد للسحب الكبير في مهرجان فبراير 2021 اللي هو سيارة نوع هونداي آي 10 موديل 2021. جاهز معنا عضو اللجنة العليا أكيد لمهرجان فبراير 2021 عبد الرحمن الزعلوك أكيد معنا. أكيد أخوي معانا. يلا معنا أيضا نزار. نزار اليوم حتسحب معنا على السيارة. كينان يا كينان سامحوني أنا الأسامي والله عندي فيها مشكلة. كينان نزار يعني اليوم مخبط في كل الأسماء ولكن عذرا أكيد من كثر الحماس. حلفوا مع بعضنا العجلة عجلة أكيد السحوبات معي عبد الرحمن. يلا وخرنا شوي كينان بس. إذا حنشوفوا من هو صاحب ثالث سيارة معنا في المهرجان في ثالث حلقة للسحوبات. من حيكون صاحب السيارة؟ دقائق ونعلن عن صاحب ثالث سيارة معنا في مهرجان فبراير 2021 في دورته الأولى أكيد. هيك تمام تمام إن شاء الله. تحت شعار حوش واحد عيلة واحدة في المدن الثلاث مصراتة زليتون والخمس. مع بعض السيارة الثالثة معنا اليوم في مهرجان فبراير 2021 يجينا تحت شعار أكيد حوش واحد عيلة واحدة اللي تنظمها المؤسسة الليبية لرجال الأعمال. تمام يا كينان حاود من جديد. اختار ورقة واحدة بس كينان وشوفوا صاحب الحظ السعيد معنا اليوم بالجائزة الكبرى. صاحب الجائزة الكبرى معنا اليوم في مهرجان التسوق اللي هو صاحب سيارة هونداي 2021 عبد الفتاح الشريف. ألف ألف مبروك عبد الفتاح الشريف. أنت الفائز بسيارة هونداي 2021 الجائزة الكبرى لمهرجان فبراير. المجمع اسم المجمع التجاري مجمع السفير للملابس. ألف ألف مبروك يا عبد الرحمن. إذا عبد الرحمن الشريف أنت الفائز بالسيارة موديل 2021 هونداي. نحاول نأمنوا اتصال مع أكيد الفائز مجمع السفير للملابس. ألف ألف مبروك.
مجمع السفير للملابس. إذن هذا اسم المحل التجاري اللي تم السحب أو اللي عبى فيه الكوبون. السيد عبد الفتاح الشريف، ألف ألف مبروك، أنت صاحب السيارة رقم 3 معنا في المهرجان اللي هي أكيد هونداي 2021. يلا أعطيهم الكنترول خلي يحاولوا يتواصلون مع الفائز. إذا مشاهدينا عبر قناة سلام صاحب الجائزة حنتواصلوا معه اليوم أكيد ونشوفوا فرحته بالموضوع يا عبد الرحمن. ألف مبروك إن شاء الله الحب الأوفر. الأوفر لي البقية أكيد. زي ما قلنا فعاليات المهرجان ما زالت مستمرة لعند يوم الجمعة، والسحوبات أيضا ما زالت مستمرة، كل يوم حيكونوا معنا جوائز أكثر وأكثر. اليوم سحبنا على 15 جائزة، كانت الجائزة الكبرى هي أكيد سيارة موديل هونداي اي 10 2021. ألف مبروك لصاحب هذه الجائزة. فاصل ولنا عودة مرة ثانية مشاهدينا أكيد للاتصال بصاحب هذه السيارة اللي هو عبد الفتاح الشريف. مهرجان فبراير للتسوق 2021، فرصتك للتسوق والربح في مصراتة وزليتن والخمس. تخفيضات كبيرة في المحلات والشركات اللي مشاركة في المهرجان، وجوائز يومية أكبر وأكبر. مش سيارة، مش اثنين، 7 سيارات و35 موبايل ومجموعة من الفعاليات والنشاطات، مسابقة توب شيف، ومسابقة ورينا موهبتك، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم. أما الرياضة حاضرة معانا وبقوة، بطولة فبراير لكرة الطائرة، وبطولة فبراير لفروسية قفز الحواجز، وبطولة فبراير لكرة القدم المصغرة. كونوا معانا، شاركوا معانا، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. مهرجان فبراير، حوش واحد، عيلة واحدة. إذا مشاهدين عبر قناة سلام عرفنا أصحاب كل الجوائز. حاليا معنا عبر الهاتف السيد عبد الفتاح الشريف الفائز بالسيارة الثالثة معنا في المهرجان. ألو سيد عبد الفتاح، مرحبا. ألو السلام عليكم. سيد عبد الفتاح أهلا بك في مهرجان فبراير 2021. سيد عبد الفتاح أنت الفائز بالسيارة، ان شاء الله يكون في الاستماع لنا او يحاولوا يتواصلوا معه في الكنترول بشكل. الو مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح الشريف. الله يبارك فيك. الف 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 مبروك، انت الفائز بجائزه اكيد سياره موديل 2021 هونداي اي 10، سياره جميله. فصحتين يا اكيد عبد الفتاح. انا ما نسمعش فيك كويس يا اخوي. سيد عبد الفتاح لو تسمع فيا كويس، انت صاحب السياره. تسمع فينا؟ ألو سيد عبد الفتاح تسمع فينا بشكل واضح؟ واصل الصوت؟ نعم. أنت الفائز بالسيارة سيد عبد الفتاح المقدمة أكيد من مهرجان فبراير 2021. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. نعم. ألف مبروك سيد عبد الفتاح. الله يبارك فيك خوي. سيد عبد الفتاح من وين تكلم فينا؟ من أي منطقة؟ أنا في طرابلس سوق الجمعة. ألف ألف مبروك إذا الفائز من مدينة طرابلس سوق الجمعة. كيف شاركت معنا في المهرجان ومن أي مدينة كانت المشاركة؟ والله يا أخوي أنا اليوم كنت في مصراتة الحقيقة، أنا والعيلة عندي شغل وخشيت لبعض المحلات. جميل، يعني كنت في مصراتة تتسوق أنت والعائلة، خشيت لمحل السفير للملابس، عبيت الكوبون وفزت معنا اليوم سيد عبد الفتاح الشريف. ألف مبروك، شنو حاب تقول لكل المشاركين معنا اليوم؟ الله يبارك فيك. شنو حاب تقول لكل المشاركين معنا في المهرجان سيد عبد الفتاح؟ والله ما سمعتك خوي، معلش أنا عندي الكهرباء مطفي. نعم. ألو نسمع فيك. طيب سيد عبد الفتاح شكرا لك. عندي الكهرباء هنا منقطع وما نسمعش فيك كويس. طيب عبد الفتاح شكرا لك، الف الف مبروك اكيد عبد الفتاح الشريف، الف مبروك السياره. ان شاء الله غدا حتكون معنا في الاستوديو، مزيد من الاسئله اكيد حنسالوها لك ان شاء الله بالخصوص. عبد الرحمن الزعلوك باركنا لسيد عبد الفتاح الشريف. الف مبروك
ان شاء الله باذن الله. اكيد. شكرا ليك سيد عبد الفتاح، حتكون معنا غدا ان شاء الله في الاستوديو لتستلم السياره. ما سمعتكش. طيب شكرا لك عبد الفتاح الشيف. اذا مشاهدينا عبر قناه سلام، شكرا لكل المتابعين، وشكرا اكيد لكل الرعاه زي ما قلنا، الرعاه الرسميين الماسيين الفضيين والذهبيين والراعي الاعلامي الرسمي اكيد، واكيد الراعي التقني لهذا الحدث. نلتقي بكم ان شاء الله نفس الموعد يوم الغد لسحبات الجوائز، والجائزه الكبرى اكيد هي سياره هونداي موديل 2021 اي 10، كانت اليوم من نصيب سيد عبد الفتاح الشريف، حظ اوفر للبقيه. وان شاء الله نلتقي بكم غدوه، تصبحوا على الف خير والى اللقاء. الناس كلها تسأل كيف نشارك في مهرجان فبراير 2021 اللي تنظمه المؤسسة الليبية لرجال الأعمال، اللي يقام من يوم 20 إلى يوم 26 فبراير الجاري بكل من مصراتة وزليتون والخمس. أكيد. وطبعا تسأل كيف نربح السيارة. الموضوع سهل وبسيط للغاية، إنك تمشي لواحد من مئات المحلات المشاركة في هذا المهرجان وتكتب اسمك في كوبون باش تخش معنا على السحب وتربح سيارة يومياً طيلة أيام أسبوع، أي مجموعة سيارات سبعة في هذا المهرجان. ممكن أنت تكون الفايز، ممكن واحد من عوائلك. مهرجان فبراير، حوش واحد، عيلة واحدة.